راك تشوفوا غير رايكم، انا نشوف الرئيس الجزائري. السوق والله ما راه باين، هذه الحاجه الاولى. الموال ما راه سالك، والشاري ثاني راه جايه غالي، وكيما الموال والله لا كيما يبيع ما راهش سالك. العالمين والاسعار راها مليحه، الاسعار راها انا تجيني قدام رمضان بعد رمضان كانت خير من اليوم. كانت خير من اليوم، كانت الزوال غاليه وكانت مليحه. اليوم راها باطل. ما طايحه راها. اليوم راها باطل. طايحه 2 ملايين قريب 3 ملايين طايحه في الراس. الاسعار ما تتراوح من بين تاع الحولي من بين 40 45 حتى 12 مليون ولي. على حساب الزين تاعها. السبب الغالي نتاعها هو العلف، هي المصاري. السوق راه غالي. واه. وكيما الخرفان هاد كيما التنيان وهاد الحوالة راه من 7 إلى 10، والكباش من 10 إلى 15. الناس قالت السوق طلع السوق هبط، السوق راه مخير ما كانش كاع كيفاه السوق. كاينة السومة زينة، كاينة حنا كي قال تاع 7 ملايين احنا نبيعوه ب 5 بستة حتى 85%. والله انا في مشريه بعدها ولد عمي، الشعب والله العظيم هذا العام والو ما يعيطش، هذا العام والو 35 بصح قداش ولد عمي 35 يحط اشهري يحطها مسكين وما عندها. ولد عمي حنا نطالبوا ولد عمي غير شويه يرفقوا الشعب، هذا ما كان سوام غاليه. احسن عاونه الزواج، احسن عاونه الشعب والله ما راه يشري اللحم. السوق تحطي ذاك تحرقات جهنم. ولد عمي حولي راه من 7 حتى 11، والكبش راه من 10 حتى 15. لا الاسعار راه غاليه، ما الانسان اللي ما عندهاش يتغبن بزاف. اما احنا راه ندوروا على المعزه وما كانش، كنت راه غالي ما قديناش نشرو. القليل ما يعيط، والله القليل والله ما يعيط، والله ما يعيط القليل، والله العظيم نقول لك ما يعيط. معزه 5 ملايين علاه؟ حنطلبوا من السلطات تحل لنا، طلقوا لنا السيداون.